بسم الله الرحمن الرحيم. نطق كلمات حصة أولى ابتدائي يوم السبت 30/9. مونا 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 يعني مونا، ام كابيتال لأنها اسم إنسان، او ان اي طبعا بنطق ام ما او او ان نا اي ا، وبعدين بجمع الأصوات من الشمال لليمين مونا. وطبعا الطالب او الطالبة يتعلم يكتب غيبة، يدرب ايديه الشمال ويكتب باليمين من دماغه زي ما متعلم في الحس. هانا هانا، طبعا انا بعمل كده لان الكلمة مقطعين، لازم نعود الطفل او الطفلة على كده. اتش كابيتال لانها اسم انسان، اسم علم، اي ان اي. H H A A N N A A. أميرة أميرة، الكلمة دي ثلاث مقاطع. أميرة A capital لأنها اسم إنسان، M I R A. A A M M I E R A A، برضو نفس الكلام نطبقه. والكلمات طبعا حفظ واجب ومراجعة في البيت مع الطلبة والطالبات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.